إن الإجراءات الواسعة والخطيرة جدا في هذه الفترة لا يجد لها الناس تبريرا معقولا إلا الاستهداف الطائفي. فهل طريق الحل يمر من هنا؟ وهل ينتظر الوطن حلا عبر إسقاط الجنسية عن أكبر قامة عرفها الشعب والوطن في كل المنعطفات وعلى طول الطريق، حريصا على عزة الدين والوطن ووحدته الإسلامية والوطنية وحقوق كل المواطنين بلا فرق ولا تمييز؟ وبفضل حكمته حفظ الوطن من الانزلاق إلى الهاوية، إلى هاوية العنف طوال هذه الأزمة التي عصفت بالبلاد. الإصلاح الحقيقي هو الحل لا غير، وإن طريق الإصلاح والحل واضح لا يخفى على حكومة أو شعب، والأوضاع اليوم هي أبعد ما تكون عن هذا الطريق. وهل طريق الحل يتمثل في استهداف مكون أساس في الوطن بعرضه العريض؟ في مفاصل كيانه، بل وفي أخطر شيء وأعظمه حساسية، وهو شؤونه الدينية والمذهبية، من فريضة الخمس وصلاة الجمعة والجماعة وخطابه الديني وغير ذلك مما يقوض وجود هذا المكون الأساس ويشطبه من معادلة الوطن. إن حفظ سماحته هو حفظ للضمانة الوطنية وصون لصمام الأمان للدين والوطن، للدين والوطن. ولذلك استشعر المواطنون والمؤمنون الخطر على دينهم ووطنهم، فهبوا بكل إخلاص صوناً وحرصاً على مصلحة وسلامة وطنهم وحماية له من الانحراف إلى ما لا تحمد عقباه. في شهر الصيام يسفك الدم الحرام وتنتهك حرمة البلد الحرام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وحريم مسجده المقدس بات هدفاً لمخططاتهم الدموية الوحشية، وبذلك تتكشف حقيقة الأجندة التي يستتر وراءها هؤلاء المنفذين لمؤامرات أعداء الأمة الإسلامية جمعاء، وأعداء رسول الله، وأعداء الدين، بل أعداء الإنسانية. إن هذه التفجيرات المتنقلة بحركة جنونية في عدة مناطق من العالم الإسلامي، وخصوصاً مدينة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وتفجير الكرادة بالعراق، وكل التفجيرات في المنطقة، وكذلك الأزمات والحروب يراد لها أن تستنزف العالم العربي والإسلامي وتدمره، ولكن لمصلحة من؟ وفي البحرين وطننا الحبيب الذي نسعى جميعاً لاستقراره وأمنه وكرامته، كرامة كل مواطن ومقيم على ترابه، وعزة دينه الذي به عزتنا وبخذلانه ذلنا وهواننا بين الأمم. وفي الوقت الذي يؤمل الجميع انفراجاً للأزمة
وترجيحاً لمصلحة الوطن، وسعياً للحل وفق مقتضيات التعقل، وعلى حين غرة يتفاجأ الناس بتصعيد من غير بتصعيد في غاية الخطورة ومن دون أي مبرر ولا أي مقدمات منطقية تقتضيه، فماذا حصل وما هي الغاية؟